مهندس إبراهيم العرجاني. بحبيبي الراجل ده لن يتأخر علينا يوما من الأيام، ودايما وأبدا متواصلين معه مشايخنا وعواقلنا، أي موضوع بيكون بخلصه في أسرع وقت. ونشكر السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الأمن والأمان، ونحن لو نظرنا إلى مصر نلقى الأمن والأمان، لو نظرنا إلى الدول سوريا ولبنان وليبيا كما ما حصل عليهم، فنحن نحمد الله على النعمة الأمن والأمان. طبعا احنا في محافظة جنوب سيناء بحقيقة يعني الأمن مع السيد الرئيس، شفنا الأمن على طبيعته. ونشكر جميع الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. نشكر السيد الرئيس، نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا ألف شكر وتحية. الله يا أستاذ عيد، لا خلاص ما فيش، بس في كلمة أنا عايز أقولها بس برا الموضوع هذا. يا معالي المستشار عيد حمدان، أنا بقترح اقتراح والكل سامعه، إن إحنا يعني يا ريت الإعلام بس عشان كلمة للناس بس.